اسمي ياسين الليل، وأنا رسام بتاع أشرطة مرسومة وناشر في نفس الوقت. والمكان هذايا هو الأتوليه متاعي، وين نرسم ونتخيل السيناريوهات متاعي، وفي نفس الوقت هو الأتوليه متاع بوند سيني بور لي زونفون. نادي دكدوك، عملت بوزار من 2000 2005. جو في خديت سبيساليتي ارت جرافيك، و اي بون وقت الفورماسيون كنت نخلق دي بيرسوناج على اساس اني نهار اخر ممكن نطورهم حاجه من نوع هكا. اسمي شكيب داود، مغروم بالتصوير، التصوير مع دي زيلوستراسيون دي بون ديسيني، نعمل كاريكاتور دونك اي جي سي في هذا كل نحاول نعمل حاجه باهي. سيف الدين نشي، خاطر ما عنديش باش نحكي على لو باسي البوبليسيتير نتاعي. فيها ديجا البدايه الحقيقيه للشريط المرسوم بدات في السبعينيات في تونس، بدات في مجلات، هي من قبل ثم كانت مجله عرفان ومجله الرياض ومجلة أخرى في سخرج طوفات بالفرنسوية اسمها كوسكو متاع ولد صغار. في ساعة هذوما احتلوا السوق، وهما للأسف ولا غالب هما المجلات متاع الحزب. بون تغرمت بالأشرطة المرسومة من اللي عمري صغير، دونك مجلة قوس قزح لي كاتر اني غلوريوز اللي كانت فيها مجلة قوس قزح تصدر على 50,000 نسخة، وكانوا فيها مجموعة من الرسامين التوانسة عملوا شخصية وهوية تونسية للأشرطة المرسومة. يا تخواز إتاب أفون أفون جانفي أفون لا ريفوليسيون، عندك لا بيريود الأولى معناتها كانت فما معناتها لا بي دي بلوس دو كريتيك سوسيال إتسيتيرا كيما نتاع الشيف. من بعد يا يو لي ماجازين جونغ قوس قزح، سا سي لا دوزيام بيريود. يا قبل المهم بيان سور عارفين المصايف والجولان اتسيتيرا كل مي قوس قزح سيتي ان تروك واو. الماجازين اللي حاجه مش نورمال معناتها، يافي كوميم بوكو دو بي دي بوكو دو كولور اون كاليتي طياره سيتي انورم فهم بارابور ا سكي سي فوزي افون. اي ميم لي زيستوار اون كومونسي ا فير دي تروك دو لاسباس مي كلي يافي ميم دون عرفان وكل شيء، مي سي با لا ميم شوز عرفان ابري تو معناتها سيتي كوميم راهو معناتها ماجازين دو بور انفون ميم تاع الحزب سي البارتي معناتها ديستوريان كي افي سا. فهم بعد والو يافي بلو ريان. كملت انا من بعد العمل نتاعي، عملت البولي او بيي في الفار قبل قوس قزح، عملت البولي او بيي هي اول شريط مرسوم سياسي في تونس، سياسي معارض بمعنى. معناتها شخصيا كنت معناتها من قبل ما كنتش نهتم ياسر بالبوليتيك، على خاطر نشوف كونه اذا كان تنقد سوسيتي المجتمع اللي هي الباز نتاع الدوله والباز نتاع الدنيا الكل، دونك تمس التونسي معناتها من خلال المجتمع. ما تنجمش تحكي على سياسي ولا حاجه، خاطر السياسي ماهيلو كان تونسي، ماهيلو كان فرد من افراد المجتمع عنده مسؤولياته. دونك هذا هو انا تنجم تقول معناتها ليني داكسيون نتاعي، معناتها ننقد برشا المجتمع واللي يصير في المجتمع والتونسي بصفه عامه. معناتها سوبيا بلاش فلوس، اي بورتون سوبيا معناتها اقل بي دي تعملت فيها سي 10 باج. معناتها اذا كان انا نحط لي 3 بي دي بجنب بعضهم سي ان البوم معناتها اونتر توحش وفكارن والعجله الثلاثه مع بعضهم صافي ان البوم. قبل الريفوليسيون ما كناش نجمو حتى ناخذ رخصه نتاع مجله نتاع اطفال، معناتها لازمها كتاب وما نعرف شنو اكستيرا. جات الفرصه نتاع 2011 والثوره، دونك استغليت انا لوكازيون هذيا باش نعمل اول كتاب نتاع بوند السيني نتاعي اسمه جود باي بن علي، وخرجته 4 موا بخي لا ريفوليسيون. الشريط المرسوم يندرج في منظومه كبيره اسمها الصوره، الا ما عندناش ثقافه الصوره، احنا ما عندناش ثقافه الصوره. انا الفستيفال دو لا بوند سيني قديته 4 سنين وبعد وقفوه النظام، وقفوا معنا بطريقه غير مباشره بالقلق بالواحد يوقف.
وقت اللي قدينا حابين ندخلوا هالثقافه هذه نتاع الصوره، سميته فيستيفال دو لا بون ديسيني او دي ليماج، فهمني؟ مهرجان الاشرطه المرسومه والصوره، جبنا فيه رسامين كبار، جبنا فيه واحد حبينا شاركنا، تلقى عندنا شباب ما شاء الله بمعنى يصور بالكدا ويرسم بالكدا والكل، لكن ما ثمش تاثير، يلزموا الخدمه، يلزموا ريسيكلاج، يلزم يتخرط ويعرف الرسامين الكبار في العالم. احنا جبنا لهم لهنا رسامين كبار، لازم هم مش ديما ينجموا يجيوك، لازمك انت تمشي لهم وتعمل جوائز. يمكن وزاره الثقافه تخصص منحه يمشي مره واحد مره في العام الانغولام يتفرج يشارك في معرض في تونس. نتصور لازم نحضروا ارضيه كامله، وبالنسبه للفنانين الحاليين اللي يحبوا المغرومين بالقصص المصوره ينجموا كان يخدموها على جنب، ما تنجمش تكون هي مورد رزق نتاعها. في المعاهد العليا نتاع الفنون نتاعنا ما عندناش سيكسيون، ما عندناش اختصاص معناتها قصص مصوره. ديجا نفهموا التوجهات نتاع المعاهد نتاعنا، تقولش عليه ما يعرفوش بيه. باهي، نرجع لحكاية التوزيع. وبالنسبة للتوزيع في تونس عنا ان بون ديستريبيتور، دونك il fait son boulot، معناتها وقت المجلة كوسكسي بالبن a été distribuée sur 217 points de vente sur toute la Tunisie. يعني كنتاج تقرأ في السود كما في النور، خاطرو إلى le monopole des magazines اللي يجيو من برا، دونك سا لي درانج با ياخو معاهم دي ماجازين تونيزيان، و اون بليس عامل ان بري d'après ses dires 40% sur le prix du magazine. Donc le magazine يوصل ينتشر. مشكلة هنا في البرومو. Les enfants ont perdu l'habitude باش يمشيو يلوجوا على magazine خاطر il y a plus de magazine. ما عرفش اذا كان عندك فكرة شو معناتها مخبر 619. فوالا مخبر سي لابوراتوار، معناتها خاطر خممنا كونسيبت يكون معناتها لابوراتوار نتاع بون ديسيني، و 619 هو الكود ابار نتاع اي برودوي كوميرسيال تونسي. الاسبي تحفون في اللاب سيك تدخل جديده فما شكون يعمل لك معناها كيما نقولوا انكادرومون، ياثرك شويه خاطر كي تحكي الحكايه داك كي تشوف من بعدك كي تحكي الحكايه وتحاول تقسمها من بعد باش تقعد تقلبها برشا مرات حتى لين توصل معنا الحكاية واضحة وما فيهش برشا يعني الكاز اللي ما حشتكش بها إذا ما تتنحى. أول حاجة على خاطر ما فيهوش ستيل معين، معناتها ما فيهوش ستيل جرافيك واحد، فيه برشا أنواع. معناتها اللي باش يقرا الكتاب باش يشيخ خاطر ماهوش يشوف واحد برك يخدم، يشوف خدمة متاع برشا من الناس، دونك ثراء أكثر اللي هو فهمني. ثاني حاجة المخبر 619 مشتركين فيه، معناتها ما عندناش ورانا سبونسورينغ، معناتها الكتاب هذايا تنجم تقول اوتو فينونسي، نحنا نخرجوا من فلوسنا باش نطبعوه، وهذا الكل معناتها ماهوش جوست محبتنا للقصة المصورة البون ديسيني هو اللي خلينا نعملوا الشيء هذايا. يحل برشا فرص للي يحب يوري خدمته على الأقل بطريقة غراتويت. من بعد انه يكون مثلا مشروع يخرج في كتبه، بون هذوكم قرارات معناها فينالمون دون لاسوسياسيون. اون لو ردي معناتها ماهوش محصور بزيد ولا عمر، كل انسان يحب يشارك عنده فكره يعرضها وتصير فيها هكا معناتها نقاش صغير باش نشوفوا اسكو تخرج ما تخرجش، اسكو نجم توصل للناس ما توصلش، ينجم زاد يتاثر اذا كان ما عندوش فكره يدخل في التأطير بحكم الخبره. معناتها انا واحد من الناس عمري ما كنت لو ديسيناتور لو بون ديسيني، معناتها نخدم نحاول نوصل للعباد بطريقتي الخاصه، نحاول ننجح فهمت، اي سورتو نخدم باش نوصل في الحكايه هذي كذا. يظهر لي ما فماش حاجه اسمها نحلم باش نعمل حاجه، معناتها تحب تعمل حاجة تعملها كهو. نعرف نصور، عندي الوقت، يقعد نقصني فينانسمون باش نعمل ان بروجي،
نجيبوا الفينانسمون مي الفو فونسي الفو خاطر سي تري ديفيسيل لي مارشي مي لا دوموند الفو لا لا ريانيمي كوا فوالا سو كو جو بونس دونك اون اتاك سي اون انتربريز بيتيتر سويسيدير مي فو يي الي وكاو فو فونسي انت قاعد وانت تطلب في الفلوس من وزاره الثقافه نقول لك لا اما وزاره الثقافه مهمتها هي تحلك الفضاءات تعمل فضاءات تعمل مسارح تعمل واحد كاهو دونك سي جي ان تروك ا دير لي بديس توينس ولا حتى لي زارتيست توينس وكل شيء راهو العالم محلول معناتها ما عادش تاو تخدم على تونس بركه كي ان بتي مارشي تي بتخافي على 200 الف مارشي واحد اخر جست بروف لي انت كاسح وتنجم تتعدى الاستاد هذاك اخدم على روحك واعطيني مشروع خاطر انت مسؤول خاطر انت عندك حاجه باش تبلغها باش تقرك العباد باش تشوفك العباد عندك مشروع قدم.